بسم الله الرحمن الرحيم. حمص قلعة الحصن، آثار الدمار الناتج عن القصف الصاروخي على المدينة، ذلك بالهجمات الصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار كبير في المنازل جراء القصف بالهجمات الصواريخ. الله أكبر، الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. قصف عشوائي وعنيف تتعرض له المدينة يوميا، ذلك برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة. التي تتمركز في قرى رأس النبع والمصيدي وجبل السايح، هذه القرى الموالية للنظام السوري. الله أكبر عليك يا بشار. جانب من آثار الدمار الذي سببه قصف طيران الميغ والسوخاي على المدينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار كبير في المدينة جراء القصف العنيف والهمجي بالطيران المروحي والميج والسيخاي على مدينة قلعة الحصن. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المنزل سقط فيه 4 شهداء من عائلة واحدة من آل الكردي أثناء قصف الطيران على المدينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عليك يا بشار.
دمار كبير في المنازل، ذلك جراء القصف للطيران ميج عن المدينة. قلعة الحصن تتعرض يوميا للقصف الهمجي والعنيف من قبل عصابات الأسد، رجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والهاون. شاهدوا يا عرب، بناء من 3 طوابق هدم بالكامل، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمص قلعة الحصن، قيام الأهالي بحصد المحاصيل خوفا من القصف واحتراق، وذلك حسب القصف الممنهج الذي يمارسه عصابات الأسد، التي تقوم بقصف المحاصيل الزراعية وحرقها. بعد كثير من المواجهات التي جرت بين ابطال الجيش السوري الحر المجاهدون في المدينه مع عناصر الشبيحه وعناصر النظام الذين يحاولون تكرارا اقتحام هذه المدينه، نتيجه هذه المواجهات المستمره حدثت هناك اصابات كبيره بين افراد المجاهدين، وبعض هذه الاصابات هي اصابات دائمه او مؤقته الى اخره. والان راح نلتقي مع اخونا ابو عبد الرحمن، راح يحكي لنا عن اصابته هو كونه يعني كمجاهد اصيب من حوالي قديش. ابو عبد الرحمن السلام عليكم اول شيء. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي ابو عبد الرحمن، شو بتحكي لنا اول شيء؟ انت ليش طلعت بالصوم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعنا بالثوره اولا في سبيل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، نتيجه للظلم الذي رايناه على اخواننا المسلمين. نعم. في حمص وفي درعا وفي عدد مناطق في سوريا. نعم. ان شاء الله. نعم. ونتيجه الظلم الذي رايناه باعيننا. نعم. هنا في قريتنا الحمد لله رب العالمين. طيب اخي عبد الرحمن، انت شو صار معك؟ انت كيف تصابت؟ كنا في هجوم على سريه الشركه. نعم. في تماري. نعم. وتصابت الحمد لله اصابه في الركبه. نعم. الحمد لله رب العالمين. الإصابة لسه عم تعاني منها لحد الآن؟ الحمد لله رب العالمين. طيب الإصابة هي قديش صارت تقريبا؟ حوالي كم يعني؟ قرابة 8 أشهر. لحد لسه عم الحمد لله. طيب أخي أبو عبد الرحمن، يعني في مثلا في هيئات معينة، في منظمات معينة عم يعني تقدم لكم مساعدات أنتم كمصابين أو شيء، ولا هذا الشيء ما في منه أبدا؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب.
الحمد لله. ملنا غيرك يا الله. نحن بس نطلب العون من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. انت هلا اذا هيك رجعت لك النشاط القوي، اول شغله بتقوم فيها شو هي؟ باذن الله بترجع لساحه الجهاد. بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد ان تعرضت المدينه لحصار خانق اكثر لمده اكثر من عام، وقصف مستمر وانقطاع لكل الخدمات واحتياجات الناس الاساسيه، كان لابد للاهالي المتواجدين في القلعه والمثقفين خصوصا من تاسيس مجلس محلي لاداره شؤون المدينه. والان سنلتقي مع اخونا ابو محمد اللي هو عضو المجلس المحلي، راح يحكي لنا شوي عن الوضع بالمجلس المحلي. السلام عليكم اخي. اخي شو بتحكي لنا عن يعني المجلس، كيف اسستوه، شو كان الهدف من تاسيسه؟ نعم اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلعة الحصن محاصرة أكثر من سنين ثلاث شهور، تعرضت لقصف عنيف من الطيران المروحي والصخاي والمدفعية بشكل شبه يومي، تدمير كامل للمنشآت، قصف للمنازل، للمدارس، للمستوصف، شعبة الهلال، دمار كامل في المدينة، انقطاع تام للخدمات، حصار خانق، مما نتج عنه ضيق الأهالي وعدم إمكانية العيش في المدينة. نعم. فتم تشكيل مجلس محلي بحمد الله وفضله وقيام ببعض المهام حسب إمكانيات متواضعة جدا. نعم. يعني مجلس منضاف الامكانيات حسب الامكانيات ولله الحمد تم تسيير الامور في المدينه، قطعه الماء، قطعه الكهرباء، نعم، الخبز عدم متوفر ابدا، مواد غذائيه محرومه منها البلده بشكل كامل. طيب اخي الكريم، بس تحكي لنا انه هيك نعمل مقارنه يعني قبل هالحصار هذا وبعد الحصار، قديش كان عدد السكان وهلا حاليا قديش في سكان موجودين؟ نعم، عدد سكان مدينه قلعه الحصن حوالي 23000 نسمه. نعم. بالاحوال السلم حاليا لم يبقى لدينا سوى 320 اسره فقط. 320 اسره، حوالي 3000 نسمه. الله، يعانون من العدم، لان نقوم من ضيق واخسر من العدم. طيب اخي محمد، يعني انت كعضو مجلس محلي، شو هي الصعوبات الاساسيه اللي بتواجهوها كمجلس محلي؟ يعني الصعوبات اللي انتم بتعانوا منها، يعني الصعوبات هي اول شيء الحصار الخانق. لو نوجد معك المال ما فيك تشتري الماده، ماده المازوت البيدون حوالي 2000 ليره، لا يوجد. حتى لو نوجد معك المصاري ما في من تشتري الماده. نعم. غير موجوده. نعم. طيب انتوا الصعوبات بتعانوها كمجلس، يعني انه شو هي؟ طبعا هي اول شيء تامين، بس بيجيك ثاني مشكله هي الموارد، ضعف الامكانيات. نعم. تواصلنا مع المجلس المحلي في حمص، مجلس محافظه حمص الحمد لله، تم دعمنا من خلاله لمره واحده فقط حتى الان. نعم. ولله الحمد. نعم. على تواصل دائم موعودين فيه ان شاء الله، بس يضاف الى ذلك الحمد لله بعض اهل الخيرين. نعم. من البلده يقومون بإرسال لنا مبالغ شهرية، الحمد لله نصير بها بعض الأمور، بعض العائلات المستورة. نعم. تأمين المازوت حول القدر إن كان، تأمين المازوت للمولدات التي تعمل على المازوت. نعم. كهرباء مقطوعة ما في، تأمين لصهريج الماء. نعم. من خلال. نعم. إن شاء الله يا سيدي، بارك الله فيك محمد. الله يجزيكم خير إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله أن النصر قريب والفوز قريب إن شاء الله، صامدون إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. هذا بعض من آثار الدمار الهائل الحاصل في مدينة قلعة الحصن جراء القصف اليومي والمستمر بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة وغارات للطيران الحربي. كل هذا القصف أحدث دمارا هائلا في المدينة وأحال ممتلكاتها الخاصة والعامة، أحالها إلى هذا الدمار الفظيع. الله أكبر، الله أكبر. كل هذه هنا كانت محلات تجارية يقتات منها أهل المدينة بمختلف مستوياتهم المعيشية، والآن ها هي مدمرة كما نراها، مدمرة بشكل كامل وبشكل فظيع. حتى العيادات التي كانت مهمتها الأعمال الإنسانية وخدمة الناس من الناحية الطبية، ها هي كمان قد أحيلت كغيرها من المحال ومن من أدوات عيش المواطنين، أحيلت إلى هذا الدمار نتيجة القصف المستمر والعشوائي الذي لا يميز بين شيء وشيء.
مدينة الحصن منذ القدم من زمان معروفة وقاتلت وجاهدت أطفالا ورجالا ونساء من أجل الاستقلال. حاربنا فرنسا وقاتلنا ولنا الضحايا كثير، وأنت من تسألني سلاسي من أجدادي قتلوا من أجل استقلال سوريا. الآن ومنذ لا يقل عن 15 عاما تعتبر سوريا مستعمرة جديدة، ويا ليت لو كانت فرنسا، حتى أرحب لو أن إسرائيل هي التي تستقلنا وليس هذا العنصري، إنسان عنصري طائفي 100%، ما يسمى بشار الأسد، وهو بشار الحمار وليس بشار، وهذا حقيقة. والمستشار الفرنسي باللاذقية سنة 1928 بدل كلمة الحمار بالأسد، وهذا حقيقة تاريخية. طبعا ما شو بتحكينا عن الوضع الإنساني بالحصن؟ الوضع الإنساني بالحصن الآن تتقاتل النساء والرجال أيضا من أجل ربطة الخدد، لأنه بالأسبوع خلال 8 أيام قد يصدر إلى الحصن من 60 إلى 80 ربطة خبز، والعائلات الموجودة بالحصن تفوق عن 180 عائلة. فكيف بدك تفرق حتى ترضي الناس؟ لهذا يا أبو حسين مشان الله خارج الرغيفين، أبو أحمد مشان الله تفتر فيه. طيب عمو بالنسبة للكهرباء ومي، في كهرباء ومي؟ الكهرباء والمي كل 8 أيام يمكن أن بتشوف المي مستحيلة موجود من الآبار، ونحن ندبر حالنا بالمي. الكهرباء، كهرباء الدولي لا من سنة ونص لا توجد بطلع. كهرباء للدولة ما في كهرباء للدولة قطعا. في عنا موتورات، اللي عنده موتور صغير حوله إلى يولد كهرباء عم يدبر حاله، واللي ما عنده من جاره أو ما عنده الأمر إلا على النواسي. طبعا مولا أنت بعد بهالعمر هذا الله يدينك بتوب الصحة والعافية، بتفكروا مثلا بعد كل الحصار هذا بتفكروا بالاستسلام لآل الأسد؟ لا والله عم نفكر بشكل تاني. أنا أتمنى من الله أنه شبابنا وخاصة أولادي وأولاد أخي وكل يقاتل وكل سوار أنه يزودوني أنا بسلاح لأفرجوا كيف القتال، لأنه أنا أريد أن أقاتل هذا المجرم. من تقاتل أنت؟ لماذا هذه العصابات، هذه الأسلحة اللي دفعنا ثمنها نحن من أجل محاربة إسرائيل؟ من تحارب يا بشار؟ يا بشار لإلك الأسد، من تحارب أنت الآن؟ أنت تحارب شعبك. بارك الله بك، وهذا العيب. بارك الله بك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أيضا المساجد تعرضت للقصف المدفعي.
هذه هي بيوت الله. عصابات الأسد التي تقوم بقصف المدينة يوميا برجمات الصواريخ والمدفعيات الثقيلة والهاون.